السيد محمد الحديوي. السيد محمد الحديوي تم تعيينه مع علاج. السيد محمد الحديوي مواليد 1974، حاصل على الإجازة في القانون العام، خريج مدرسة الوطنية للإدارة، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلاقات الدولية، وعلى دبلوم معنوي في الإدارة الترابية خروج 43. تقلد عدة مناصب منذ التحاقه بسلك السلطة الإدارة الترابية، 2008 قائد بقسم الشؤون الداخلية بإقليم تيزنيت، 2010 قائد رئيس المنحقة الإدارية 12 بولاية العيون، 2018 قائد رئيس المنحقة الإدارية 19 من سيناء بعمل الرباط، 2022 رئيس دائرة التهجير الموسيقى المخيفرة، وهو المنصب الذي ظل يزاوله إذا حين التحاقه بإقليم اليوسفية. السيد مولاي أحمد الدمراني. السيد مولاي أحمد الدمراني تم تعيينه قائدا لقيادة تخوارق من مواليد 1965، حاصل على دبلوم تقني في شعبة الهندسة المدنية، التحق بسلك رجال السلطة سنة 1904، حيث تم تعيينه خليفة قائد جماعة الجوكاك لإقليم الحوس، وفي 2009 خليفة قائد مركز إملي دائما بإقليم الحوس، و2013 قائد جماعة زرق تنقية التوامة بإقليم الحوس، 2022 خليفة قائد بتمزوزت قيادة العنضغية إقليم الحوس، و2023 خليفة قائد بقيادة أوليكا إقليم الحوس، و2023 خليفة قائد بقيادة يعقوب إقليم الحوس، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تقيته قائدا وتعيينه قائدا بقيادة خوارق. سيد سفيان مدحي. السيد سفيان مدحي تم تعيينه قائدا لقيادة السيارات من مواليد 1997، حاصل على شهادة الماستر في القانون العام، حاصل على دبلوم معهد الملكي إدارة الترابية فوج 59، وتم تعيينه كما ذكر سابقا قائدا لقيادة السيارات. السيد إلياس العمراني. السيد إلياس العمراني من مواليد 1995، حاصل على شهادة الماستر في القانون العام، وعلى دبلوم معهد الملكي إدارة الترابية، خريج فوج 59، وقد تم تعيينه كما سلف، تم تعيينه رئيسا لديوان السيد العام. حاصل وهو حاليا أيضا باحث في سلك الدكتوراه. سيد حسن الصاحب. تم ترقيته من خليفة قائد إلى قائد رئيس المنحقة الإدارية بإقليم اليوسفية، وقد تدرج في عدة مناصب منذ 2011 في إطار سلك أعوان السلطة بعدة مناصب على مستوى عمالة إقليم اليوسفية. ما فيه خير هذا البلد الأمين في ظل القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس رضي الله وإياه. شكرا على كلمة إصغائكم والسلام عليكم. الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظ بلدنا المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة من نعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية دوامها ومن العيش أرغدها من أعمه ومن العمل أصلحه ومن العلم أنفعه ومن الرزق أوسعه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.